بتحبي هيك مهرجانات خيرية؟ يا ريت يا ريت دائماً. ليه؟ يعني مشان هال هالراتب المحدود. تلاقي في خف تخفيض؟ ايه في. بنسبة قد ايه؟ يعني تفرق كل قطعة 200 300. طبعا كثير حلوة هيك مهرجانات. ليه؟ فيها شغلات أي شيء بده إياه الواحد بلاقيه هون بالسوق. عم تلاقي انخفاض بالأسعار فيها؟ يعني شوي. في طبيعي، ايه كثير أرخص من السوق كثير. يعني بتلاقي في فرق فعليا؟ في فرق. هلا لك شو في جايب أنا بضاعة. قديش تقريبا؟ هلا تقريبا صرت جايب شي 50,000 60,000 ليرة. قد كان في فرق سعر؟ يعني في بال 50 60,000 هدول في تقريبا شي 10,000 بوصل لل 10,000 ليرة. والله في فرق منيح عن عن, عن, عن السوق برا. بنسبة قد يعني 10% تقريبا في ايه حقيقة ايه شيء ملحوظ. ايه والله يا ريت انه يكرروا مثل هيك ظاهرة. يعني تنصح بشكل دائم يكون في مهرجانات خيرية؟ والله يا ريت. انا امبارح اشتريت انيه الزيت ب 8000 امبارح من سوق الهال على اساس سوق شعبي، هلا اخذتها ب 7. معناتها في ملحوظ. يا ريت يعني الشراء في اخبار الشراء. يا ريت يعني مشكورين اللي عم يعني او 500 او 600 او 700 هذا الفرق تقريبا. اذا بدي ياخذ 100,000 يعني املوا 20,000 هي